استقبلت اليوم زميلي وصديقي ديميترو كوليبا وزير خارجية أوكرانيا. إفادة الخبر بالمختصر المفيد. الذي يقوم بزيارة إلى المغرب في إطار جولة إقليمية في عدد من الدول الإفريقية. هذه زيارة مهمة لأنها هي الأولى منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، هذه 30 سنة تقريبا. وهذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية من أوكرانيا إلى المغرب، كتأتي في إطار أولا علاقات ثنائية قوية بين البلدين تاريخيا، قائمة على الصداقة المتينة وعلى التعاون المثمر. هذه العلاقة كانت دائما عندها واحد طابع إنساني قوي من خلال تواجد مجموعة من طلبة المغاربة بشكل تقليدي في أوكرانيا، آلاف من طلبة المغاربة. كذلك هذه العلاقة كانت دائما مبنية على الاحترام المتبادل وعلى التعاون في مجموعة من الميادين. واليوم قررنا أننا نعمق هذه العلاقة ونطورها بشكل أكبر، وأننا نشوف الإطار القانوني، الإطار المؤسساتي، باش ننميو أكبر هذه العلاقة في كل الميادين، جوانبها التقليدية بحال الجانب الإنساني والتكوين وغيرها، ولكن بجوانب أخرى خاصة في المجال الاقتصادي، في المجال التعاون ضد الجريمة المنظمة، أو التعاون في المجال الأمني وغيرها. الزيارة كتأتي في سياق الجميع كيعلموا اللي هي الحرب في أوكرانيا، واللي منذ البداية موقف المغرب فيها كان موقف قائم على مبادئ اللي كتأمن بها المملكة المغربية وكتنسجم مع القيم اللي كتأمن بها المملكة المغربية في العلاقات الدولية. أولا احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية لكل دول الأعضاء في الأمم المتحدة. المغرب كان دائما يدافع على هذا المبدأ كمبدأ محوري في العلاقات الدولية وفي العلاقات بين الدول. ثانيا عدم استعمال القوة لحل النزاعات واللجوء إلى الحلول السلمية للنزاعات خاصة بين الجيران. المغرب كان دائما كيدافع على هذا المبدأ في كل المحافل الدولية والإقليمية، وكيدافع عليه كذلك فيما يتعلق بالحرب الدائرة في أوكرانيا. وثالثا احترام المرجعيات اللي موجودة في قرارات الأمم المتحدة وفي ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة حول الحرب الأوكرانية. المغرب كما قلت أكثر من مرة ليس طرفا في الحرب في أوكرانيا، لا بشكل ولا بآخر، ولكن المغرب معني بها على اعتبار أنها أولا كتمس الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وثانيا بالنظر لتبعات هذه الحرب وانعكاساتها الاقتصادية على مجموعة من الدول ومنها المملكة المغربية. المغرب عنده علاقات جيدة مع روسيا، والمغرب عنده علاقات جيدة مع أوكرانيا، وكيدفع في إطار حل سلمي لهذا المشكل. وفي هذا الإطار المغرب يرحب بكل مبادرات لإيجاد حل سلمي، وأخذنا علمان وزميلي شرح لي مبادرات
فخامة الرئيس زيلينسكي لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية الروسية. والمغرب يعني خداعين باهتمام بهذه العناصر الموجودة في هذه المبادرة اللي كيقوم بها اللي قدمها الرئيس زيلينسكي. وكاين هناك مبادرات كثيرة. المغرب مع الحل السلمي، ولكن المغرب كيحضر بأن كثرة المبادرات يمكن لها تصعب هذا الحل السلمي بدل أنها تشجع عليه. واليوم يمكن كاينين 5 ولا 6 ديال المبادرات اللي كلها يمكن تكون تخلق صعوبات أكثر من أنها تسهل لإيجاد الحل. اتفقنا اليوم بناء على هذه الزيارة على أن نعزز التنسيق بيننا، أن نحيي آليات الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي، وأن نشتغل لتقوية العلاقة المغربية الأوكرانية في كل المجالات. إذن فهي زيارة إلا كانت تاريخية على اعتبار أنها الأولى منذ 30 سنة، فهي كذلك مهمة بالنظر إلى ما تفتحه من آفاق. تحدثنا حول كذلك وضعية الطلبة المغاربة اللي كانوا كيدرسوا في أوكرانيا، واللي الحكومة الأوكرانية تعهدت بأن في القريب توجد لهم حلول. وتحدثنا كذلك حول التفكير في إعادة التمثيلية الدبلوماسية المغربية إلى كييف في أقرب الظروف وفي أحسن الظروف لاستمرار في عملها كذلك الدبلوماسي أو القنصلي. هذه بعض العناصر اللي تحدثنا فيها اليوم مع زميلي ديمترو كوليبا، واللي شملت كما قلت العلاقات الثنائية ولكن كذلك تطورات الملف الأوكراني، واللي بحال اللي قلت موقف المملكة المغربية منه هو موقف ثابت وواضح منذ البداية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.